طيب خلينا نكمل مع محمد عراقي، وكنت عايز افتح معاك موضوع فتوح. ايه اللي هيحصل في قصه احمد فتوح؟ لازم يعني؟ لازم. بص يا كابتن، اول حاجه فتوح كان ماشي كويس قوي مع الزمالك في موضوع ملف التجديد، مش زي ما كان بيتقال خالص، بالعكس الراجل كان ماشي كويس جدا. هو كان طالب 35 مليون جنيه، الزمالك كان عارض عليه 14 مليون جنيه، هو بالمناسبه بياخد دلوقتي 7 مليون جنيه. يعني الفرق كان بعيد، ولكن في الاخر كده زي ما بتقول استقروا ان احمد فتوح هياخد زي ما زيزو بياخد. زي عارف الفئه الاولى بتاعت النادي الاهلي نفس الكلام هيحصل، زيزو هو رقم واحد، انت تاخد زي زيزو. زيزو بياخد كام؟ يعني بتتكلم في حوالي 22 مليون جنيه، كان الموضوع هيوصل لكده. كان في بقى حاجه نقطه مهمه هي اللي عليها التفاوض، منحه التعاقد. منحه التعاقد على فكره هي سبب الكارثه دي بتاعت نادي الزمالك وفتوح. ايه اللي حصل؟ من اربع ايام قبل الماتش زد حصل لقاء او حصل حديث دار بين الاستاذ حسين لبيب وبين احمد فتوح. اتكلموا عن منحه التعاقد. من هنا لهنا من هنا لهنا اتفقوا ان احمد فتوح هيحصل على 20 مليون جنيه منحه التعاقد. تمام، كل ده تمام ومفيش اي مشكله خالص، لحد ما جه قبل ماتش زد بيوم حصل جلسه بين فتوح وبين استاذ حسين لبيب واستاذ احمد سليمان واكثر من مسؤول داخل نادي الزمالك. قالوا له مش هنقدر نديك ال 20 مليون جنيه بتوع منحه التعاقد، للاسف النادي دلوقتي ما فيهوش الا 1000 جنيه في الخزنه، احنا مستلمين النادي، الدنيا صعبه جدا جدا، منحه التعاقد دي هتبقى 8 10 مليون جنيه بالكتير ومش هتاخدهم دلوقتي. ده سبب المشكله، ده اللي خلى الدنيا توترت جدا بين مسؤولين نادي الزمالك وبين فتوح، وخلى حتى احمد فتوح يبتدي يقول لهم طب خلاص انتوا كده بقى بتجبروني ان انا امشي والكلام اللي اتقال ده. في نفس الوقت كان نادي زد داخل في مفاوضات، والكلام ده على مسؤوليتي بقى، كان داخل في مفاوضات قويه جدا جدا مع فتوح، واحمد فتوح كان واخد منحه التعاقد بقى بتاعت زد كانت فيلا، وراجل خدها، وعايز اقول لك الفيلا دي بثمنها 40 مليون جنيه. تمام، وكان الموضوع تقريبا خلصان وغير عقده، وعقده كان عقد محترم وكل حاجه. حصل ان الاستاذ حسين لبيب راح لمسؤولين نادي زد وطلب منهم ان يعني في ظل العلاقات الطيبه بيننا ما ينفعش نغالي على بعض بالشكل ده، ونادي الزمالك واحنا لسه مستلمين، نادي زد مشكورين، قال لك طب خلاص ايه احنا مش هندخل في فتوح. مين اللي داخل دلوقتي فتوح؟ لا زال الزمالك في الصوره، والزمالك يدخل لسه لحد اللحظه دي بيتفاوض مع وكيل فتوح حوالين التجديد. النادي الاهلي داخل بقوه فتوح، اي كلام غير كده مش حقيقي، ولكن الاهلي مش هيظهر في الصوره قبل يناير. الاهلي فاهم كويس جدا جدا ان اي تفاوض رسمي مع فتوح دلوقتي يعرضوا العقوبات ويعرضوا المشاكل كتيره، معرض للوائح. معرض للوائح. الاهلي بيعمل ايه؟ الوسط اللي بيتكلموا بلسان، ولكن الاهلي متارجت فتوح كلاعب رقم واحد لتعويض علي معلول، اللي زي ما احنا قلنا وقلنا قبل كده وما كانش حد مصدقنا ان بنسبه كبيره علي معلول ممكن ما يعني دي ما يجددش عقده مع الاهلي، دي تبقى السنه الاخيره ليه مع النادي الاهلي. الاهلي بيحط مين؟ بمشي علي معلول، الراجل اللي بقى له 8 سنين شايلني، الراجل اللي بقى له 8 سنين واحد من اهم اسباب البطولات اللي بحصل عليها، فبالتالي اكيد لو بتارجت اضم لعيب بالمستوى ده. الاهلي عايز حاجه من الاثنين، يا فتوح ينتقل للاهلي طبعا، يا اما ينتقل لبيراميدز. هتقول لي طب الاهلي فايدته ايه؟ محمد حمدي من فايدته ايه من انتقال احمد فتوح لبيراميدز؟ لا عنده فايده كبيره جدا. ايه هي؟ محمد حمدي في ظل وجود فتوح لن يستمر في بيراميدز. طيب هتقول لي طب ما هو محمد حمدي مضى في بيراميدز او جدد في بيراميدز، تمام؟ كلمت مع احد مسؤولين نادي بيراميدز وسالته صراحه، هل عندكم استعداد ان انتوا تتعاونوا مع النادي الاهلي سواء في محمد حمدي او في اي لاعب تاني؟ قال لي قولا واحدا ما عندناش اي مشكله خالص، ولكن بشرط واحد، ان النادي الاهلي لما يجي يبص لنا يبص لنا ان احنا نادي كبير، ولما يجي يقيم لاعبتنا يقيمهم ان هم لعيبه كبيره. قلت له بمعنى ايه؟ بارقام اسعار مش فاهمها يعني. قال لي يعني طول ما انت بتقيم اللعيبه بتاعتي ب 10 مليون وب 15 مليون مش هبيع لك. طول ما انت هتبتدي تقيم لعيبتي ب 40 و 50 مليون جنيه هبتدي افكر ابيع لك. دي حاجه. تاني حاجه، هتبتدي تفكر معايا انت عايز تسيب اللعيبه بتاعتك اللي هم ما لهمش لازمه، تيجي تقول لي خد مودست وهات وريد الكارتي، خد مش عارف اللعيبه اللي هي مثلا ما بتلعبش داخل النادي الاهلي، خد مثلا دلوقتي لو نقول صلاح محسن بعيد، خد صلاح محسن واديني مثلا بلاتي توريه. لا مش هتعامل معاك، المصلحه لازم تكون مصلحه مشتركه. هتاخد مني محمد حمدي، هتاخد مني وليد الكارتي، اوكي هاجي انا اخد منك مثلا اخد منك كهربا، اخد منك محمد عبد المنعم. تعامل الند بالند، التعامل الند بالند. احنا نادي كبير، نادي يعني وصيف في بطوله الدوري سنتين، بنلعب دوري ابطال افريقيا، فاحنا نادي مش قليل. والاهم بقى من النقطه دي، يعني بعيدا بقى عن النقطه انت هبيع لي مين وابيع لك مين، ان انت لما تيجي تقيم لعيبتي تقيم لعيبتي ان دي لعيبه دوليه ولعيبه كبيره. في الوقت اللي انت هتيجي تعمل ده انا موافق جدا. قلت لهم يعني انتم موافقين لو جبتوا فتوح تبيعوا محمد حمدي الاهلي؟ قالوا لي طبعا مفيش اي مشكله. فبيراميدز ما عندهمش مشكله يتعاملوا مع الاهلي، ولكن طول الوقت الاهلي برده اكيد هيبقى اولا عايز يضم اللعيبه الافضل، ولما يجي يطلع عايز يطلع لعيبه الاقل، ده امر طبيعي، فالنقطه دي مش هتتغير. تقييمه برضو للعيبه طبعا كلنا عارفين الازمات الماديه اللي كانت عند الانديه الفتره الاخيره وبتاع، فبالتالي الاهلي طول الوقت هيبقى عايز ايه؟ يقول لك تبادليه، صفقات تبادليه، ده ممكن يبقى صعب مع بيراميدز. ولكن لو الاهلي حط السعر
المناسب لمحمد حمدي، لا بيراميدز هيوافق ياخد فتوح وحمدي يروح. ده لو ده في حاله ايه؟ ان بيراميدز خد فتوح. ولكن خلي بالك الاقرب لفتوح لو ما جددش في الزمالك، عشان انا بقول لك في نسبه كبيره جدا جدا انه جدد في الزمالك، هيكون النادي الاهلي.